أخبار المال والأعمال على شاشة النيل قناة مصر الإخبارية، مرحبا بكم. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، استعرض تقريرا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2009-2010. وأشار التقرير الذي عرضه وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، أشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل تراجعا محدودا نسبيا، حيث وصل إلى 4.9% مقابل 5.7% عن نفس الفترة من العام السابق. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مواصلة لتحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي واستهدافا لتحقيق أعلى معدلات النمو الاستثماري، عقد اجتماع مجلس الوزراء 78 برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع سبل تنمية قطاع التجارة الداخلية وإعطاء دفعة قوية للمشاركة مع القطاع الخاص. وقد استعرض الاجتماع سبل توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتطوير الخدمة الأساسية، وذلك من خلال الاهتمام بقضايا الزراعة والوقوف بجانب الفلاح المصري في مواجهة انخفاض الأسعار العالمية. هناك قطاعات ما زالت تنمو بنسب عالية مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، قطاع التشييد والبناء التي وصلت نموها بنسب تزيد عن 13% و14%. القطاعات التي ما زالت تتأثر بتأثر واضح هو قناة السويس التي انكمشت ب19%، وقطاع السياحة الذي يعني تباطأ نموه من ما يزيد عن 10% إلى في العام الماضي إلى 5% في الفترة الممثلة من العام الحالي. وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الاقتصادي، قام الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بعرض تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2009-2010. وقد بلغت الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول نحو 42.8%، وبتراجع طفيف لا يتجاوز 1.2% عن استثمارات الربع المقابل من العام الماضي. وقد تواصل انحسار الاتجاه التضخمي ووصل إلى 9.9%. الاحتياطات الدولية 31-33، يعني حطينا 2 مليار جديدة، رجعنا تقريبا لأحسن رقم حققناه من قبل. من مقر مجلس الوزراء، ريهام توكل، النيل، قناة مصر الإخبارية. تراجعت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وسط عمليات بيع مكثفة، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة نحو 2% ليسجل 6513 نقطة، وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.53% لدى إقفال تعاملات أمس.